دي ولا دي دي ولا سيف سيف ايه يا شريك؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هنيك ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله قبل بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير، ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم، 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتوا موضبين ومكلفين. هشحن ب100، مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى، انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي يا ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو، همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا، قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه. الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجأة؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه. اقلعه؟ انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا، اتفضلي يا نيلي، اتفضلي. واو، استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان، في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في
في ايه النهارده بس؟ يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يخشي عليها حبيبه خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ وهي يا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني، هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي، جايبه لي اكل هنا في الشركه؟ اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وانا بكلمك. ماشي، انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفي نار؟ ايه يا اخوي، مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. اشحال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها. لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي، بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مديري يا خالتي ابوس. مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن؟ منير في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا، عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله، انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربى؟ والله يا سعبده أنا ما كنتش جاية، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. فضلي هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو؟ آه شوفي، لو عديت المكتب الأول ولا أقولك أنت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سي عبدو. هروح أأكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك، مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. آه أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ إيه حبيبتي، عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف، أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا، أو لمنير. ماشي، هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، تخرب بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت، هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه. انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. <معلش. تصفيق> يلا تشربي ايه بقى؟
ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي، هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى، عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا، عشان انا سريعه، عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهره وتمكنه من تصوير لحظه انشطار واجهه الهرم في عام 1920 ميلاديه. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه، بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي. قاف قاف. يا لهو، سريعه سرعه، اسرع واحده. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره، لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكره انت موترني جدا، والمشكله مش عندي. امال عند انا؟ يا عم المشكله عند انا، عند انا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي؟ يعني هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف، على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وانت ايه قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي، ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متاخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي
احلى حاجه حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحه جامده جدا. دي كانت مبزوزه مبزبزه من كل حته. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت صور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعدة برغنة وسعب فيها حاجة دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جاية من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبده. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سعب. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستنيني في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. الريحه دي ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها، ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي. أرجوكي.
مستر منير مستر منير ايه حاجه مهمه ابوك حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب ده ريحه طالعه لغايه بره لا ايه ده ايه دي بتزيد يا ساتر يا رب طب ركب شفاك يوشع هركب هركب يا عيني ارجوكي اتفضلي ارجوكي ايه ده واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر يا رب انا مش عارف اشتغل انا مش عارف اشتغل من البتاع ده انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل يا رب اعمل ايه ريفك ايوه هو ده ماشي وحيات امي اجيب اخرك ويلكم تو ايجيبت وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي يو هاف كوفي كوفي ها يس اوكي مستر عبد الله نعم كويس ان هم قاموا عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا دلوقتي الحموله مالها وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره ودلوقتي الجو كمان مش مضمون يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره ملها. تغرق اسمع منير اي احنا مالنا مش اول مره نعمل الشغلانه ديت وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه مش عاوزين نخسر الميزه دي تمام بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس اوكي شوف لي بس موضوع الملف اخلص حالا ايوه بلاش ايوه بقول لك بيفهموا عربي طبعا ويلكم شوفوا لي شريهان فين ايه ده ايه ده مين دول ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا مخبياتهم ولا شيل ايدك يلا الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت ايجيب كوفي في غامق فاتح ما تشوف لنا يا ابني الملف انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله بص انت خير يا خالتي خير خير زي ما تقولي كده في بيني وبين سعبد الله وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمينا حتى ريحتها صح ايه يا بنت ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت لا يا خالتي مشكله طبعا الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع انا مش قلقانه من الراجل الطيب انا قلقانه من بنته السماويه اللي عملنا فيها كل سابة دي هتقرفنا انا ما لقحتش جدتي على حد هو اللي عايز وهو اللي شاري ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع لازم لما اجيلك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر مساء الخير يا عمو مساء الخير يا حبيبي شريهان ثواني والملف يكون جاهز عند حضرتك حالا الملف جاي يا فندم ويلكم مساء الخير بس معلش هو الجيم اللي هنا فين عشان بس عايز اضبط الباي والتراير اوف يا لهوي انت متعاكس هنا انا عضو هنا انت بتحرجني يا عم معلش جاكيت عامل شغل يا سيف مش ممكن شغل ايه جاكيت انت جاي تخطف طفل ايه اللي انت لابسه ده طب طالما مش عايز نعاكس بنات عايز نعمل ايه جايين نادي نعمل ايه يعني انا عايز افهم جايين عشان نلي
ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا امور يا عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومين انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا، انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هاله؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي ياسمينه جايه. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينه. مين ياسمينه دي؟ واحده كنت ماشي معاها زمان. دي جامده قوي، جامده قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينه ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا. السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي وعبا يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جات النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. امرت الحلوه بقت تحمه، بقت تحمه، وانها سحري. هي بتقول تحمه كده، تحس انها واكله تحمه. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبه. باي حبيبه بابا نيلي، اموره بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خشي في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى أسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي أخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا غاية في الموضوع يعني. أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟
خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي! عيطوا الستي! تس 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 اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى عيب يعني ده انا حبيبه ايوه تست ايوه الله ايوه تمام تمام عمنا عمنا باشا انت مصور مصور كوكو مصور حضرتك ما تقفليش هل بقى تقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله ماشي فين اللي معاه كاميرا الفيديو اه عمي معاك تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد ممكن مش ده اتفقنا يلا يابا يلا الله يكرمك الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم مش مصدقه نفسي يا سو such a nightmare بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكره مولد على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people مش فارق معاكي خالص ان باباكي متجوز البيئه اللي اسمها صباحتي ازاي يعني مش فارق معايا اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم خلاص ليه ما بوصيش الجوازه يا نالي سو بابي قليل الادب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها اي بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت لا طبعا دي لازم تفضل تحت عينيا اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه حلاوه يا نالي حلاوه تس 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 تشيك تشيك مايك تشيك مايك ايوه الله 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده مساء الفل يا فندم محسوبك هاني مبروك للحاج انت مين يا حيوان انت انا ليه يعني الغلط ده حضرتك يعني انا هاني هاني الدبدوب دبدوب يعني حيوان اهو عسل عسل والله يا فندم انت بتعمل ايه هنا انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز سمعتي قال ايه بلينرز اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه ليه ليه بتحطوا اس في كل حاجه بلينرز وشيكس ليه هو انت كتير مش انت واحد لا انت فهمتي غلط يا ابله الاس دي مش بتاعه البلور لا دي اس بتاعه الابوستروف اس يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا انت مش ذكر انت حيوان وانت عسلز عسلز ممكن اجرب اه طبعا اتفضلي اعملي لا عايز اجرب شيكس اقولي شيكس 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 في 60,000 داهية والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير يلا طلبوها ونالوها خلاص يا خالتي سيبك منهم بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد بس يا خالتي دليلة فرحك فرحي لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اتفو خلاص بقى يا خالتي خلاص ما تسمعونا زخرة وطيولين على عينك يا أهرانة على عينك يا أهرانة حبات الليلة يا عيانة على عينك يا أهرانة على عينك يا درتي على عينك يا درتي الأبيض والأحمر فضلتي على عينك يا درتي يلا يا حارة ضلمة يلا يا حارة ضلمة احنا اللي نورنا اللي نورنا يلا يا حارة هوسي هوس يلا يا حارة هوسي هوس احنا اللي عملنا
ايدك فوق hey. لو متضايق هتروح hey. الكبة جات هتسيح hey. وعك في العكس تسوق فوق لو متضايق هتروح hey. الكبة جات هتسيح hey. وعك في العكس تسوق فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة hey. فرتكة فرتكة ضغطت ومحكت تاكة فرتكة فرتكة راجعني عامل درباكة راجعني عامل درباكة غرقاني في شبر المية صحني بتشغل عليا هدك هدك وكاية وارتحت لو قلت شوية مساء الخير يا جماعة مستر سليم هاي ازيك هاي انكل سليم يا نيلي يا بنتي مبروك مبروك على ايه مبروك على المصيبة اللي احنا فيها خير في ايه في ايه يا انكل حضرتك مش شايف الديكوريشن مش شايف بهدله الجنينه ازاي بص البالونه اللي هناك بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي كارثه لا الاطفال اللي معاهم والله العظيم يا انكل دول مش اطفال استحاله يكونوا دول اطفال بريئين من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه بص لي كده كانه بصت راجل كبير كانه راجل مضغوط قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حتى لو ما حلوش يعني ايه يعني ايه يقول لي انا كده هو ده اللي قال لي كده يا انكل يعني اللي ده قصده ملح وسن whatever ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي كارثه عملها بلدي جدا بلدي دول اهلها دول قريبها يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط ممكن لو سمحت من فضلك لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته بليز بليز يلا ننقذه حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه يلا حضرتك بتتكلم بجد لا طبعا واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعه او حاجه طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم اتفضل اتفضل خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني حاسب وسع 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 تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين وسع 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 اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع وسع وسع يا عمنا العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا سكه حديد مصريه عريسنا مية مية سكه حديد مصريه عريسنا مية مية يا عم قول وانا اقول يا عم رش الفلوس يا عم قول وانا اقول يا عم رش الفلوس احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير احنا فريق الكوكواوا كوكواوا احنا فريق الكوكواوا من اللي حبيبتي معقوله جايه تنيني بليز ابعد عني انا مش مصدقه انت ازاي مش مستخبي ازاي مش مكسوف انت عازم قرايبنا عازم ناس معاك في الشغل ملي في ايه بس هي اللي طلبت الحقيقه وبعدين انا شايف ان ده حقها كسر حقها كسر حقها هو ايه حقها ده اصلا حقها ده حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير يعني حق زي بقها لا مش عضو في الجسم خالص حقها ده شيء معنوي حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها تؤذى فيها تؤذى فيها دلوقتي يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا بابي لو سمحت يا بابي انا اول مره في حياتي اترجى حد I'm begging you